بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وحن سلام يا مدح ويلها قرنك جمهورية سومال لان ودنا يموس بيه عبدي كلها وسير هذا كهويت شغل قرن وقرية جاسمها شغل قرن تلياش في عجمالة كردون ودلياش كما عدا بعض اللقاء بعض الصحافة بنيتا ما تحفلة قلت الله قبانا يا شغل قرن باشتري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد السلام مقعي وبحالة رضي عليه وحان كملها ذليتي سنتك سنت كيسا حفلتنا حفلت دي دي حال كان قلي جمتا لو سحري أولي يكرتي يا كان حلي شغل قرن واتي كيسي سي ماتينا نغضو مسؤول يوغا كمدا وقالوا ذلك إما أن الله ما يفعله ما هذا هو حسك الله هذا لبعض الله لا يدخلين إن مدن مسلم عبدي أو مدن نقضي على رد يسنا شه عدلك يهور مريتا أموت انت اسكلي كنتي وحدوني انا وحيا كتابتو فايوينيكا لقد احلي شغل قرن بالحويني وسوتي هاي اساس كذي هلقو كيدا يهيبين تيدنا ومستقو ليه هاي كنا عماني هاي وخير يوهو لأ مركع قليلتو اي قصة وحضة جامعة لها وحا يقول جيد قليل كودا اما سلطان اما عادل انا وسيم شغلية قف بالمعجلي وحق عيني يا وسيم وحنت لي وسيم ابن وحنت لي سلطان ابن سي عشقهم تاسع ولو بي قال كان واحد لي شغلها مرة واحدة وحي حكى مسي وماشي كسرتي دليلتي تهريب جتي لدرجة من اللي قال جتي marka dhalinyaro tuwaay ka soo baxda jaamacadaha u dhan ay dalka ku shaqo weydo waxay ku kalifi jirtay inay taaniibaan oo waalidkood ay dhibaan oo iyagoo awoyahana ay madaxa ku dhintaan taasna waxay daawo u noqotay barnaamijka shaqo qara waxaa sidoo kale barnaamijkani ku xakameeyey qaryaarada waxaa meesha uga saaray in qofku uu ku timado cid qabiilkiisa هل الوقت وحده عليك رسولي وكل شيء عليك فرا وقال إيسا وبقي كرشة سيدوك البرنامج كان قد يهيك لي سلحقلك دليرتا أقويها كايدر من لو يعادوا إلا أي قرانة تولى حيسا وحلقا يا مكي لو يعادوا مكي بي بورنا إنو سيد تقول إنتو ودومت كي بي بورنا استحقالك إسفهك أقوى سيلاسكا إسبرشادا تليلتا أيوهي في إبرانج كريم أو أبراهيم ما دام أن هاي به طرق وأنا لا أكمل ودليلتا يجوه ريزي باجون كي أكم به يدليلتا ما تجوتان وحايا أن هاي به طرق إلى المال تهلي سوتها وأن كنت ممضحة كهوك بدأيوه waxaa ii soo gelay waxa weeye in aan hay midii qaran waay inta soo wayo kale duwan oo dalka ka soo baxay ayaan fursadan aan helay laakiin saaniga tayay siisay waa in aan hay midii qaranka dhalinta waxaan leeyahay waxa la idinka baahan yahay kartidiina hawlkarnimadiina aqoontiina inaad dalkiina si daacad ah u gelisaan ugu hormarisaan waxa loo baahan yahay inaad soo dhigtaan ahdaaf iyo qorshayaal horumarineed inaad isa saartaan mas-uuliyad guud qof walba keliya kama mas-uuliyadii shaqada laydin diray laakiinse waxaa ka mas-uul tihiin dhammaan
shaqada qaranka oo dhan. Mar labaad waxaan ka hadlayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi oo ku sugtan halaabuurnimo, hawlkarnimo, horumar, cadaalad iyo hogaamin umar. Aad iyo aad u mahadsan tihiin. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.